أنا كنت اتصلت بيكي بس عندي نفس السؤال ده، بمشكلة تبول لا إرادي عند طفلة، عندي 3 بنات، الطفلة الوسطى عندي هذا المشكل، هي عندها 6 سنوات تمام، والآن لسه يعني فيها تبول لا إرادي. 6 سنوات وحاليا تبول لا إرادي. البنت الكبيرة كم سنة، أو اللي فوقها كم سنة، واللي تحتيها كم سنة؟ هي البنت الأولى عندها 10 سنوات. تمام. وعندها هي كمان يعني سؤال ثاني، يعني عندها مشكلة إن هي فيها خوف كثير طبعا وتخجل كثير. طيب، حتى أن اللي أصغر منها، اللي أصغر منها كم سنة؟ اللي أصغر من اللي أصغر منها عندها 3 سنوات ونص. طب هو سن فترة كويسة. عندها خوف، سألتيها خوف من إيه؟ الكبيرة عندها خوف وخجل كثير، وبيأثر عليها حتى في، هي ما شاء الله يعني الحمد لله في دراستها ممتازة، لكن بتخاف يعني تسأل الأستاذة أو لا أي شيء، يعني فيها خوف في الخارج، يعني إذا خرجت للخارج كل شيء يعني تخاف منه. عندك يعني هذا مشكل، يعني تبتعد عن المشاكل. تمام. طيب اسمعي، والبنت الوسطانية فيها تبول لا إرادي. طيب انت سمعتي حلقة النهاردة يا اختي جيهان؟ سمعتي حلقة النهاردة؟ كم نقطة من النقاط اللي احنا قلنا عليها حلول انت بتعمليها او يعني ناوية تعملي معاها ايه بعد ما سمعتي الحلقة؟ يعني انا هي شخصية شوية متوترة، وفيها الوسطانية هي خوافة ومتوترة ودائما عندها مشاكل مع الصغرى، فمشكل انها ما عايزه تنام معايا. طيب لساتها عايزه تنام معايا. طيب والدهم موجود؟ الاب موجود؟ عندي مشكل ثاني، زوجي يعني بيحب عمله كثير، ويعني حتى اقول له يعني لازم تعطي وقت اكثر للبيت، وبيقول لي لا، يعني هو ما شاء الله ملتزم والحمد لله، لكن يعني بيعطي وقت كثير للعمل. فهذا طيب مأثر علي في البيت ومأثر على اولاده كمان. قصدك ما بيقعدش وقت كافي معاهم؟ يعني هو بيحب عمله كثير. طيب في مشاكل بينه وبينكم؟ حد قاسي، حد بيضرب، حد بيزعق في البيت؟ لا شويه، يمكن بكون انا شويه قاسيه، ممكن يعني بضغوط العمل ولا ممكن بكون انا بعمل. طب اسمعين يا اختي جيهان، اسمعين. حاضر، الله المستعان. دلوقتي بالنسبة لموضوع الكبيرة خايفة وعندها خوف دايما وبتتحرج والكلام ده، ليه ما بيعمل لهمش المهارات الاجتماعية؟ احنا عندنا بتاع حوالي معرفش 400 ولا مش عارفة كام حلقة عن التربية. انا ادعوكم تسمعوها يا جماعة، والمقاطع صغيرة مش هتاخد حاجة، ودلوقتي الباقات مجاني يعني والنت بقى مجاني، فالدنيا سهلة ان كنتوا تسمعوا. خدي حلقات التربية وفرغي اللي فيها وتبدأي طبقه. البنت ازاي يعالج الخوف، ازاي يعالج فقد الثقة في النفس، ازاي يعالج الخجل، يعني ايه مهارة اجتماعية، يعني ايه مهارة كلام، يعني ايه اعمل لعبة ان احنا داخلين يلا وجاي ضيوف وانا جايبة بقى بتاع الشاي، عارفين طقم الشاي والبتاع طقم المطبخ ده، ويلا ونشرب ومين هيشرب معانا، وانت بقى الضيفة وهنقول ايه والسلام عليكم، ولعب البنات. طب هنعمل لعبة اسرار البيوت، ايه اللي نقوله بينا وبين بعضنا، وايه اللي بره البيت ما ينفعش نقوله، ايه لما يجي لنا ضيوف يسالونا عليه ننفع نجاوب عليه وما ينفعش، كلمة اسرار بيوت، ازاي نعمل مع بعض طريقه استقبال صحباتنا، ونبقى قاعدين ازاي ونقعدهم ازاي في قلب الصالون، ويقعدوا فين، وايه المسموح الاماكن يخشوها، ايه المسموح ما يخشوهاش، كل الكلام ده، ما دي المهارات. اعلمهم ازاي يتكلموا ويقول لما اجي اعرف على نفسك، السلام عليكم انا فلانه وانا توته وانا نونه وانا مش عارفه ايه وانا كذا وانا كذا، كل الكلام ده مهم جدا. المهارات الاجتماعية بتقتل الخوف، بتمنعه شوية بشوية، بيبقى عنده جرأة بيتكلم، ويبقى يجي حد ما تتكلميش انت، سيبيهم هم اللي يتكلموا، سيبيهم هم اللي يقولوا، حتى لو خد وقت اصبري عليهم. ده جزء. الجزء الثاني التبول لا ارادي. انا ادعوكم صراحه ان انتم تنفذوا الحاجه بتاعتنا، العلاج الطبي البديل اللي احنا قلناه، وطريقه التدليك من اسفل العضله بتاع 15 مره، والزيت الزيتون اللي بيتحط، والقرفه اللي بتتحط على التلبينه، واللبن والسحلب والكلام ده تحطيها في كل الاكل، بتقال هو دي حاجات طبيعيه، والامور الثانيه الطبيه الفحوصات والكلام ده لو استمر الامر. لكن في عارض بتقولي خوف، خايفه من ايه؟
اقعدي معاها. خايفه من ايه؟ ايه اللي انت عامله ايه؟ طب انت عايزانا نعمل ايه؟ طيب انت ايه اللي كانت خايفه الناس عن الاطفال تحت السرير؟ تعالى يا جماعه نجيب الكشافات ونشوفوا ايد النور ايه اللي تحت السرير يعني ايه اللي ونفضل نقعد ونلعب مره تحت السرير هتقطع نفسك صعيب، بس اهو المهم تبقي منظفه ومطهره الدنيا عشان التلوثات كلها، وتفضلي بقلب الحاجه دي. نشوف ايه السبب، فانا ممنع السبب العرب بتاعه هيتمنع، والدعاء، وان انا انام قبليها قبل النوم واقول القصص وطبطب عليها ونقول لهم الطقوس ما قبل النوم احنا اتكلمنا عليها كتير، واحكي لهم قصه ويبقى نايمه جنبيهم لحد ما يروحوا في النوم ويبقى هنيئا مريئا كده نومهم ما يبقاش فيه توتر ولا